طبعا شيخ خلاص الحين حرجي اذا استغنى عن الجوال اللي فيه كاميرا عند بيع يا شيخ في استخدام الكاميرا صحيح هذا وهذا سؤال مهم ايضا لكن يجرنا على حكم بيع الجوالات ايضا الاخ يقول الرجل قد استغنى عن الجوال هل يبيعه وهذا ينبني ايضا على حكم بيع الجوالات وهذا من المسائل المهمه نحن نعرف ان المسلمين اليوم بلوا بجوالات التي فيها كاميرات فيها صور عن طريق هذه الجوالات يدخلون مقاطع الفيديو التي فيها عراة فيها عري فيها محرمات مقطوع بحرمتها والناس أحوال فيها هذه الجوالات منهم يستخدم للخير يستخدم لصلة الرحم للدعوة إلى الله للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطبقة يستخدمونه للمحرمات لمقاطع الفيديو للغزل للمعاكسات وغير ذلك ما بولي به المسلمون اليوم فالإنسان يتورع عن بيعه ومن استغنى عن الجوال فإنه لا يبيعه إلا على شخص يعلم أنه لا يستخدمه إلا للخير إذا كان لا يعلم أنه يستخدمه للخير فإنه لا يبيع هذا الجوال ويستبقي ويستعمله يبقى عليه ولا يغيره لأن هذا مظنة لفعل الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه أهل السنن بسند جيد في الصحيحين حديث النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وهذه شبهة في الحقيقة ظاهرة وقد نستطيع أن نقول أيضا أنها غالبة الإنسان لا يبيع هذه الجوالات على من لا يعلم أن يستعملها في الطاعة والخير نعم الشيخ